عرفينا بنفسك الاول. جونيا فايز عندك كم سنه؟ عندي 10 سنين. هايل. بترسمي من امتى يا جونيا؟ من انا وعندي 7 سنين كده، يعني من 3 سنين مثلا. طب ايه بقى جايبه لنا معاكي رسومات ايه النهارده؟ دي بنت بتعيط، اعدي ليها كده، ايوه ارفعي الكاميرا، برافو عليك. يلا بس صعبه قوي الدموع دي. طب ما تعرفيش كانت بتعيط ليه؟ ما سكتهاش يعني؟ لا كنت متضايقه فرسمتها. يعني بتعبر عن دواخلها. ايه تاني؟ مفيش بنت بتضحك بقى؟ الله الله، حلوه دي، دي حلوه دي، انا هاخدها منك هديه، دي انا هجبرك تديهاني هديه. نعلقها في النجاره هنا يا عم. نعلقها في الورشه عشان نعلقها في الورشه عندك. حلو. ايه تاني؟ ودي بنت المره دي مش بتعيط، مبسوطه. ايوه جميله. ودي رسمتها في حد الشعانين، واحد بعيط زعلان عشان الكنيسه مقفوله وقاعد بالزعفه بره. الله جميله جميله. بص نظرته للكنيسه جميله. حلو الواحد فعلا يعبر بالاحساس بالرسم والصور. جميله. ده منظر طبيعي. حلو خالص، حلو خالص. ايه تاني؟ ودي واحده يعني بتقول البسوا الكمامه والجواب. حلو. حلو خالص. انت بتلبسي طبعا في الاماكن المغلقه الكمامه مش كده؟ ايه تاني بقى؟ دي واحدة في الكرتون، دي اعتقد سندريلا. لا شبه سن... لا دي شخصيه صح، فروزن دي صح. لا اللي هي الاميره والوحش. الاميره والوحش صح. بيوتي اند بيست. طب فين الوحش بقى؟ ما جاش. البيوتي اند بيست. لا فهمت، هي الوحده دي جميلة. سابت الواحد. دعوا الأطفال يأتون إلي لأن الله الله. نسقف خالص لجونيا. شطورة. جميلة شطورة خالص. شطورة. لا بس هي فنانة فعلا يعني، حتى الرسم بتاعها بسيط برصاص أو بألوان خشب لكن عاملة حاجات رائعة. ميرسي يا جونيا. طيب يلا بينا بقى نخش في المسابقات ونصحصح مع معلوماتهم ونستفز دماغهم كده عشان يفكروا معانا ويجاوبوا على اسئلتك. دلوقتي عندنا طبعا المسابقه بتاعتنا اللي كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا ومتابعينا عارفينها، بس عايز اكد على المسابقه مع اصحابنا هنا عشان احنا هنتسابق مع بعض. تمام. جاهزين؟ جاهزين. يلا اكد عليكم او افكركم بالمسابقه بتاعتنا اللي هي عباره عن 12 مجموعه من الاسئله. كام مجموعه؟ 12. وكل مجموعه فيها كام سؤال؟ فيها 5 اسئله، وكل سؤال بيساله واحد من صحابنا. عندنا ناس كتير قوي بقى في الميه وفي البحر وفي الارض وفي البر وفي حاجات كتير قوي. اول واحده بتلعب معانا اسمها سمكه. سمكه. تاني واحد بيسال سؤال هو الارنب. بص بتلخبطوا قوي في الارنب دي. الارنب تاني سؤال لسه صغير وكيوت، هيخش على الشقي بعد كده اللي هو اسمه القرد. الثالث. الرابع اسمها الزرافه طويله. خامس واحد هو اسد. اخر سؤال واصعب سؤال واخر تحدي في كل مجموعه بيكون الاسد بيختم لنا كده المجموعه. وانا قررت اللي يبتدي معانا المسابقات النهارده فلوباتير. شقي امسك المايك. خض كده وتوتر. فلوباتير متوتر؟ لا قول لا مش قوي. عندك كام سنه يا فلوباتير؟ عندي 12. 12 سنه. تعرف احنا عندنا 12 مجموعه؟ طب اختار لي واحده من ال 12. اختار 12. يلا اختار واحد. المجموعه الاولى. حلو خالص فلوباتير، اختار لنا اول مجموعه في المسابقه او في المجموعات بتاعتنا النهارده. والمجموعه الاولى زي ما قلنا فلوباتير فيها كام سؤال؟ 5. شاطر. اول سؤال السمكه. سمكه هتسالوا لك. تعال نشوف نسمع سمكه هتقول لك ايه. الذي يحب نقط ويرحم الخطاه الذين اولهم انا. القديسين ولا الرحماء ولا الصديقين؟ والوقت ابتدى يا فيلو. صلاه اخر كل ساعه ارحمنا لو سمحت ارحمنا. الذي يحب القديسين ولا الرحماء ولا الصديقين ويرحم الخطاة الذين اولهم انا؟ الصديقين. مظبوط. اجابه صح. تعالوا نسقف جامد جدا. وسقفوا لفلوباتير. حلو قوي. الثروات نبقى حافظينها وعارفينها وما نتلخبطش. انا بخاف الاختيارات تلخبطنا. سؤالنا الثاني بيساله لنا الارنب. طيب على فكره لسه ده طيب لسه. الارنب اللي بياكل الجزر. الاسئله الطيبه دي. يلا نشوف سؤالنا الثاني هيكون ايه. الفلوباتير. حد يعرف يا صحابي كلمه الملكه معناها ايه بالقبطي؟ تي بارسينوس ولا تي اورو ولا تي ثيوتوكوس؟ والوقت ابتدى.
الملكة بالقبطي يعني ايه؟ يعني تي بارثينوس ولا تي اورو ولا تي اوتوكوس؟ تي اوتوكوس. تي اوتوكوس. متأكد؟ آخر كلام. آخر كلام قال لنا تي اوتوكوس. طبعا الملكة باللغة القبطية هي تي اورو. للأسف في إجابتنا مش صح. حلو إن احنا برضه نتعرف على معلومات حتى باللغة القبطية اللي دايما بتكون الألحان وبعض الكلمات في الكنيسة بنسمعها كتير حتى في القداس وكده نتعلمها مع بعض، مش هنتلخبط فيها تاني. طبعا الملكة هي قديسة العذراء مريم تي اورو. هارد لك، هيشجعوا برضه مرة تانية، هيشجعوا برضه قوي. معلش في الباتيه دايما بنقول الفوز والمكسب ده مش هدف خالص عندنا، الهدف هو المشاركة. احنا بنتعلم كام معلومات وبعدين هو هيشارك معانا مشاركة جميلة قوي. أحد الاندهاشات اللي هتندهشها النهارده لما تسمع صوت فلوباتير. فلوباتير